يسعد صباحكم من الكرك، منطقة في جنوب الأردن. اليوم رح نحكي عن قطاف الزيتون. معروف زيتون الأردن وفلسطين من أقدم الزيتون الموجود في العالم ومن أجود الأنواع. جماعتنا هون بيلقطوا عادة مبكر لأنه هم بحبوا أنه يكون الزيت الأفضل. ما عم نحكي أنه عم نحكي أفضل، ولكن هو مش سيء أنه نقطف متأخر. وهنا لازم أوضح لكم المعادلة العكسية، أنه إحنا إذا بنقطف بدري بناخد زيت أفضل أو الأفضل خلينا نقول، وكميات أقل. إذا القطاف كان متأخر بتكون الجودة نوعاً ما أقل، أو بديش أحكي الجودة، فحص الزيت أقل شوي، طبعاً أكيد بيكون منيح لكن بتكون الكمية أكبر. وهون بدي أقولكم عن تصنيف الزيت. تصنيف الزيت بكر ممتاز، بكر عادي، والنوع الرابع اللي هو النوع للتصنيع واللي هو فعلياً غير صالح للأكل. هلأ أصناف الزيت تعتمد على أنا إمتى قطفت. كل ما قطفت زي ما قلت لكم أبكر بأخذ جودة أكتر. في كتير معلومات بموضوع القطاف لحتى ينعصر الزيتون، فهي رحلة من بداية القطاف إلى إنه نأخده من المعصرة، كلها هاي مهمة، كلها هاي لازم نكون حذرين فيها. مبدئياً معنا الشاب، يعطيك العافية وائل. وائل كان معاه قاطفة، القاطفات هدول أسهل للتلقيط. إحنا هلأ عم نقطف، بس في عنا كمان معلومات أكتر ومعانا ضيفة، خليكم معنا لحتى تسمعوا كمان معلومات كتير مهمة ممكن تفيدكم. وصلنا للمعصرة، وعشان ناخذ المعلومة الصح اليوم معنا ضيفة عزيزة، ليلى حسونة. صباح الخير. صباح النور. تجربتك رائعة بالزيت. الحمد لله. ما شاء الله عليك. ليلى أنا جايبة زيتوناتي. انسي إنهم شوي. لا بس عم بمزح. بس أنا هلأ سؤالي إنه أنا قطفت وجيت لعندك على المعصرة، بدي ممارسات صحيحة ونذكر الخطأ كمان، لأنه إحنا بنحب نذكر الخطأ عشان الناس عفواً تعرف للي ما بعرف. احكينا عن هذا الموضوع بليز. هلأ بالبداية إحنا بنوجه الإشي الرئيسي للمزارعين إنه الزيتون لما يلقطوه ما يحطوه بشولات. الزيتون اللي بيكون واقع أساساً على الأرض هذا ما يلم مع الزيتون اللي عم بيلقطوه. أنت قصدك اللي واقع قديم؟ قديم يعني. بالضبط. ما يلتم مع الزيتون اللي عم بيتلقط. لأنه رح تلاقي أنت مختلف من صح في إشي زي هيك ناشف، زي هذا اللي ناشف هذا بيكون واقع من قبل على الأرض. وهذا اللي فريش. فهذا الشيء كمان ما بدنا إياه، بدنا الفريش واللي تلقط يعني تلقط بنفس الوقت. بنفس الوقت بالضبط. هلأ لما يلقطوا الزيتون هلأ أكيد رح يحتاجوا لوقت. نعم. كمان بنوجههم إنه لما يلقطوا مجموعات ينحط بأماكن باردة ما يتعرض للشمس، ينشروهم وفرد. أو ينحطوا بصناديق بلاستيك دايركت بمكان بارد. طيب هلأ أنتي قلتي قصدك إنه اللي ملقط قبل قديم ما يشيلوا عن الأرض، اللي بيكون واقع على الأرض، واقع على الأرض. نعم. ما يتلقط مع الزيتون اللي عم بلقطه أو ما صحيح. يلتم صحيح. ما يتجمع مع الزيتون صحيح. اللي عم بلقطه لأنه هذا هيو تلقطه. طلعي كيف ناشف. بالضبط. هذا اللي بيكون واقع على هذا الأرض. كمان بيعمل طعم مش زاكي بالزيت. أكيد أكيد رح يعطينا عيب من عيوب صح. الزيت اللي بتطلع بال صح. طيب أخذناه بدنا نفرده. بدنا نفرده إما بنفرده على مفارش خصيصاً هي للزيتون أو بنحطه بصناديق بلاستيك مفتح مهواي زي هاي زي هذا الصندوق، وبقدر لأنه مفتح مفتح ومهوى بالضبط، وينحط بمكان بارد بارد ما فيه رطوبة ما فيه شمس عشان الزيتون ما يصير فيه تعفن. طبعاً هون بارد مش قصدنا ثلاجة. لا مش قصدنا بس ثلاجة. ما يوصله شمس ولا أي نعم. حامية بالضبط. وبدنا نبعد عن موضوع الشولات لأنها بتسبب تأكسد للزيت، بتسبب تعفن للزيت، بتعمل عنا عيوب لما نخلص عصير للزيت وبتقلل الزيتون. من نوعية الزيت أكيد بالأخير. طبعاً الجودة جودة نعم. الزيت أو جودته. طيب هلأ إحنا اللي بدنا نسأله موضوع فحص الزيت، احنا استضفناكي قبل نعم.
وحكينا عن الفحص الحسي. نعم. كنا أكثر عشان نذكر اللي ناسي أو اللي أول سنة بعصر. طبعا. اللي حابب يعرف عن أوكي. فحص الزيت. فحص الزيت الحسي هو عن طريقتين. الطريقة الأولى اللي هي المختبر، اللي هو الفحص الحموضة، درجة الحموضة بالزيت، اللي هو الفحص المخبري، المختبر تعطينا المؤشر إنه هل هو بتصنف إكسترا فيرجن أو فيرجن أو عادي أو غير صالح للاستهلاك البشري. نعم. اللي هو زيت زيتون بكر ممتاز أو بكر أو عادي أو غير صالح للاستهلاك البشري. نعم. هلأ هاي الجزئية الأولى. الجزئية الثانية إنه إحنا بنقيمه حسياً بالتذوق. أهم ثلاث صفات إيجابية لازم نلاقيها نحن بالزيت. أول إشي الفروتنس، اللي هي فاكهية الزيتون. لما إحنا نشم ريحة حبة الزيتون. يعني عشان الناس يقدروا يوصلوا لهاي الريحة فعلياً، نقدر نمسك حبة زيتون نفركها بإيدنا. بنشم هاي الريحة، هاي الريحة اللي لازم نلاقيها بالزيت. نعم. الشغلة الثانية اللي هي الصفة الثانية الإيجابية، اللي هي الحرورة، اللي إحنا راح نحس فيها بآخر الحل. الشعطة. وثالث صفة إيجابية اللي هي المرار، برضو راح نحس فيها على الأطراف اللسان من جوا. هدول ثلاث صفات إيجابية نحنا لازم نلاقيهم بالزيت. يعني الزيت المنيح هو اللي فيه المرار. يعني نعم. خلينا نقول أنا دقت وما في مرار، بيكون فيه بس خفيف ضعيف. أه. هلأ إذا كان وقت القطف وقت العصر متأخر شوي، زي ما حكينا كل ما تأخرنا بالقطف راح نعم. تخف الصفات الحسية الإيجابية بالزيت. نعم نعم نعم. طيب هلأ أنا كست بيت اشتريت تنكة الزيت. تمام. ورحت على البيت. حلو. تمام. هلأ هاي الرحلة الثانية كمان مهمة. مزبوط. هلأ بس قبل بدي أرجع لنقطة تنك. حكينا برضو عن التنك لأنه برضو مهم. تمام. هلأ إحنا بالعادة أفضل طرق لحفظ زيت الزيتون اللي هي تنكات الملكرة غذائياً من الداخل، أو الزجاج الغامق، أو الستانلس ستيل. هلأ هاي أفضل ثلاث طرق. هلأ بالعادة بالمعاصر بيكون في تنك، التنك 16 صح. كيلو أو 4 صح. كيلو أو 2 كيلو اللي متوفر. هلأ كل ما صغرنا بالحجمة العبوة كان بيكون أفضل. صح. ليه؟ هلأ أنا لما باجي بستعمل تنكة الزيت الكبيرة بصير بستعمل ربعها، بصير عندي فراغ. هذا الفراغ بأكسد الزيت، بفوت هواء. الهواء هذا لما يفوت للزيت فتحة التنكة كل بالزبط. مرة بالضبط. هاي كمان بتعمل كمان مشكلة. فأنا بوقت من الأوقات بوصل لأنه أنا الزيت صار فيه عيوب. يعني أنا كنت شاريته وبصفات إيجابية وما فيه عيوب، بس بوصل لوقت إنه نزلت أنا الجودة خلال السنة اللي ضل عندي من خلال إني أنا عم بفتح فيها والفراغ. فنحن دائماً بننوه على فكرة إنه كل ما نزلنا بالعبوات كل ما كان أفضل. طبعاً أكيد بدنا نبعد عن أعداء الزيت، الحرارة، الضوء، الشمس والرطوبة. هدول أعداء الزيت بدنا نبعد عنهم. والاستهلاك كمان للعبوات الصغيرة بتكون واحدة بواحدة، يعني بيكون أسهل للاستخدام وأنا ما بضطر إنه كل مرة أفتح العبوة نفسها. هلا من اللي حكته ليلى راح احكي اعداء الزيت، اعيد من اللي حكته. الهواء زي ما تفضلت انه نكون عبواتنا اصغر، او بنجيب التنكه ال 20 لتر او 16 لتر وبنفرغها بعبوات من البدايه أصغر. بعبوات اصغر زجاجيه غامقه او ستينلس او ستينلس ستيل. نعم. ثانيا ما في داعي انا احط التنكه او الزيت اللي عندي بالمطبخ قريب من الغاز، لانه هاي حراره برضه راح يتراجع جوده الزيت خلال السنه اللي راح تمر. نعم. ما في داعي احطها جنب شباك فيه شمس كتير، هذا كمان مهم. وآخر شيء دائما زمان كانوا أهلنا يحط يلفوا الزيت بحرام ويحطوه بالغرف. ليه؟ لأنه أنا ما بصير أحط تنكة الزيت دايركت على الأرض. الأرض لأنها بتاخذ رطوبة. صح. وهذا العدو الرابع للزيت. أربع أشياء إذا بدكم زيتكم يضل منيح ابعدوا عنهم. معلومات حلوة. بس ليلى ضل عندها شغلة بدها تحكيها، احكينا إياها. هلأ نحن مع وزارة الزراعة الأردنية عاملين حملة للتوعية المواطنين بشراء زيت الزيتون من المصادر الموثوقة تحت عنوان افحص زيت الزيتون وتأكد إنه مضمون. فبحب أوجه رسالة لمشاهدينا إنه يتابعوا هاي الحملات، رح يستفيدوا منها كتير بالتوعية بأهمية شراء زيت الزيتون من مصادر موثوقة. مصدر الموثوق اللي هو معصرة أو مزارع أنت بتعرفه. طبعاً بوجهوهم للمعلومات الصح سواء بالقطاف أو خلال وقت المعصرة وحتى
حتى بعد ما يوصل للمستهلك النهائي. يعني نحن دائما بنحكيها from farm to fork. أيوة. من المزرعة للشوكة اللي هي لتوصل للمستهلك النهائي. أيوة. لمائته من الشجر للحجر. من الشجر للحجر. انت اكبر. احنا وصلنا للصفرة. انت from farm to farm to fork. farm to fork. yes. إن شاء الله موسم خير. شكراً ليلى لكلماتك والمفيدة كلها ومعلوماتك الجميلة. نتمنى موسم خير للجميع. أعزائي بتمنى نكون نقلنا لكم معلومات مفيدة عن قطاف الزيتون. قد ما أقول لكم الريحة اللي طالعة من المعصرة جميلة. يا رب يا رب الله يديم الحرية والحب والخير والسلام على كل بلادنا. بنتمنى دائما موسم رائع لكل من يغرس الزيتون، لكل غارس. يعطيكم ألف عافية. بتمنى تتواصلوا معي على صفحتي إنجينير أمل قيمري، المهندسة أمل قيمري، ومني لإلكم من الكرك أحلى صباح.